هي بس في الحته ديت الملابسات بتاعتها بقى، اول لما انت قاعد في القعده ديت، انا عارف انك بتضحك، في الملابسات بتاعت القعده ديت اتقال ان انت صعب عليك نفسك وبكيت وفي تفاصيل كتير، ممكن تحكيها لي ايه سبب بكائك؟ انا كنت متضايق، كنت قاعد متضايق، قاعد متضايق من اللي بيحصل، يعني ليه؟ قاعد متضايق من الحوار خلاص. يعني انت طبيعي دلوقتي، يعني كنت يعني عايزني اقعد، كنت خلصت الموضوع، وهو الراجل كان عارض من بدري اصلا يخلص الموضوع. مين؟ مستشار، مستشار تركي ولا ساعتها مستشار كان، ايوه كان، ولا استاذ مرتضى؟ لا مستشار، مستشار تركي. مستشار كان عارض ان هو خلص موضوعي من بدري، ماشي. بس هو يعني كان بتقول لا ان الفرقه هتبوظ وان هيحصل مشكله هيحصل في مش التنفس. عارف ايه. ماشي مفيش، ما عنديش مشكله من كل ده، ماشي. ماشي، طب ما خلاص، فسيبوني يعني. ايوه. ليه بقى اطلع بالشكل الوحش؟ حاسس ان او انت طلعت ليه؟ بشكل وحش؟ اه طبعا. انت شفت ايه؟ انت شايف ايه؟ عايز انطباعك انت، انت عمرك ما اتكلمت، انا مبسوط انك لا بتتكلم عادي، عشان ما اسمع انا ومش بقول بقى لك، هو تسمع. الفكره انت دلوقتي انا بشوفها ان هو الموضوع دلوقتي، مصلحة، لا مصلحتي الموضوع ومصلحتك. دلوقتي انت ما اتفقتش معايا، واحنا ما اتفقتش معاك، واحنا علاقتنا، انا راجل بشتغل وراجل وخلصت محترم عقدي. ومعندي ما عنديش مشاكل، ماشي. خلصت عقدي، ماشي. فليه الناس ما تبقاش زي اي حد بره، بتشوف اللعيبه ونجوم وبتمشي في فرقها، ماشي. والناس بتحترمها وبتسلم عليها وبتقدر المجهود اللي عملته وبتسلم عليها، خلاص انت ماشي. بتشوف، خلاص انا مش عايز، وانت يعني الموضوع بعيد، مفيش مشكله، انا مش متضايق، ماشي. بس الطبيعي ان انت تطلعني بالشكل الكويس. ليه انت لما ترميني للناس بالشكل الوحش وده مش الحقيقي؟ انت لما مضيت وخلصت، خلاص مضيت وخلصت، يعني مضيت للاهلي بقى خلاص وخلصت، ممكن تحكي لي الطرف التاني الزمالك قلت له ايه؟ مفيش، قلت لهم انا مضي، بس الفكره يا جماعه ما حدش يعلن غير لما الموسم يخلص، عشان عندي كاس عالم. لا انا اسف، اوضح لك السؤال اكتر. الاهلي دلوقتي قعد وسالك انت مضيت للزمالك، فانت قلت لهم اه مضيت للزمالك، فدلوقتي حصل تدخل تاني وهنمضيك بقى للاهلي. قلت للزمالك ايه؟ ما انت ماضي معاهم. انا مش قلت خلاص سيادة المستشار هو المفروض يتكلم وخلص وخلص الموضوع، خلص الموضوع في الزمالك، يعني التدخل هنا كان برضو المفروض خلص، خلص خلص الموضوع، موضوع الزمالك. طيب المفروض كان هيخلص الموضوع كده بس. لما روحت بعد ما مضيت، انت بالنسبه لك خلاص انت قاعد في الاهلي وخلاص، انت عرفت ان انت هتتوقف ولا ما عرفتش؟ تم اختارك ولا عرفت زيك زينا؟ هتوقف من ايه؟ ساعه ما النادي الاهلي اعلن بيعك، يعني اسف. لا زيك، زيك زيك زينا. ممكن اعرف واقع الخبر عليك كان عامل ازاي؟ يعني تشوف انت، يعني انا عايز اشوفك انت. انا بص، انا من نوع خلاص كنت يعني متوقع. طيب خليني اسال السؤال بشكل، كنت لا متوقع؟ طبعا. انا كنت متوقع في القعده، عبد الله انت مضيت خلاص في الزباله، شكرا، سلام عليكم. ده اللي انت كنت مستنيه؟ ده اللي متوقع. كنت متوقع، ماشي. بس لما لقيت بقى في حب، لا الناس، لا احنا عايزينه طبعا وكده، يعني خلاص صدقت الناس، يمكن كان في حاجه غلط، بس تاني يوم لقيت نفسي بقت نفسيا بقى بطيء وذهنيا. والله الحمد لله. بص انا بدل، انا ما بعملش حاجه، انا ما بعملش حاجه غلط، انا ما بعملش حاجه شمال. انا واضح، انا راجل واضح، انا بقول 1+1=2، انا راجل بشتغل، بعمل اللي عندي خلاص. انت بكره ممكن تيجي تجيب واحد مكانه تقول لي انا مش عايزك، شكرا يا باشا. ليه ايه المشكله؟ مش دي كوره طبيعي؟ طبعا مش ده كوره طبعا. ايه المشكله لما انا بس ابقى مثلا اقول لك والله انا رقم كذا، الاولويه ليك، بس انت خلاص تقول لي ده الحسبه مش بعيد، كده. هتبوظ لي مجموعه، انا تمام هبوظ لك مجموعه، رغم ان ده بعد كام ما حصلش، والسقف اللي كان بيتقال اتضرب وما بقاش فيه سقوف، بس مش عارف يعني لما حصل ده ماشي. عايز اسالك